بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني أخواتي مشاهدي أنظار الفلاحي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دائما نتحدث أو دائما نبقى في الحديث عن أشجار البرية. إذا اليوم إن شاء الله سوف نتحدث عن شجرة الرمان. إذا كما تلاحظون هذه كذلك شجرة رمان مزروعة في منحدر جبلي. إذا لو لاحظنا ثمار الرمان، اللهم بارك وزيد. إذا هذه هي ثمار الرمان، حتى ولو لاحظنا الثمار لم تتشقق. إذا نحن اليوم بتاريخ 9/9/2022، لكن الثمار ما شاء الله أيام قليلة إن شاء الله وسوف تنضج الثمار. إذا هذه هي الثمار البورية، حتى ولو أتينا بثمرة رمان، هذا هو الثمار الرمان. كما تلاحظون هذا هو الثمار، إذا كما نطلق عليه محليا الرمان السفري. هذا هو الرمان الذي نطلق عليه محليا كما قلت الرمان السفري، إذا وهو بذوره أو لا توجد به بذور. وبما أن مزروع في منطقة جبلية، فلو لاحظتم الثمار فهي الثمار صغيرة، ولكن إن شاء الله في نهاية شهر أكتوبر بعد تساقط الأمطار يزداد حجم هذه الثمار وتصبح ذات حجم كبير. كذلك من حيث الذوق، ذوقه أحسن من ذوق الرمان المسقي، مثله مثل العنب البوري أو الإجاص البوري أو التفاحة البوري. إذا ومن مميزات هذا الرمان أنه يتحمل الجفاف، يتحمل الجفاف. والصورة أمامكم الثمار ما شاء الله لم تتشقق، على الرغم من أن في هذه المنطقة لا يهتمون لا يعطون للشجرة اهتمام خاص كالتقليم، التسميد، المعالجة. ولذلك فهذه الشجرة حقيقة هي شجرة مقاومة للظروف المناخية أو الظروف البيئية كالجفاف والأمراض وإلى غير ذلك. فعلى الرغم من عدم الاهتمام، إلا أن الإنتاج ما شاء الله، وحتى من حيث النوعية ما شاء الله، وهي مطلوبة في السوق المحلية بكثرة. إخواني أخواتي مشاهدي قناة الدار الفلاحية، دائما أشكركم على المتابعة، ولا تنسوا اشتراك في القناة، تفعيل الجرس والضغط على الجام، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.